ازيكم؟ معاكم مرو دي. النهاردة هنجرب طبخات التيك توك الغريبة جدا. معانا النهاردة طبخة هنستخدم فيها الشيتوس والتوست. تعالوا نجربها مع بعض ونشوفها هتطلع كده زي ما بنشوفها في التيك توك. جبت 2 توست وكمان جبن البرجر، باخد قطعة واحدة بحطها على التوست وبغطي بالتاني وبضغط كويس عشان يكونوا متماسكين مع بعض، وعلى جنب جبت بيضة بربها كويس وهنزل بالتوست فيها واقلبه على الناحيتين، وكمان جبت شيتوس حار نار بكسره وهنزل فيه التوست، وبعد كده في طاسة ممسوحة بالزيت بحمره وبيكون شكله كده واخد اللون الذهبي. يلا كده نشوفه مع بعض هيكون طعمه ايه. شايفين الجبنة شكلها حلو قوي وهي طالعة كده في النص التوست. لما دقته كان طعمه جميل جدا، وكانت واحدة منه بس بتكفي وبيشبع جدا جدا. مشكلته ان هو بيشرب زيت شوية، فهديله 9/10. بس كده خلصت وصفتنا النهاردة. استنونا في طبخات كتير من التيك توك، وما تنسوش تضغطوا لايك، ولو اول مرة تشوفونا ما تنسوش تعملوا اشتراك واكتبوا لنا اقتراحاتكم في الفيديوهات الجاية. وباي باي.